أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرسل فيها أهم وأبرز ما نقل ونشر في الصحف العربية والعراقية والعالمية، ونبدأ بعد فاصل قصير. أهلا بكم. البداية من مقال الكاتب ماجد زيدان في صحيفة كتابات، والذي جاء بعنوان موجة جديدة من الغلاء وتذبذب الأسعار. يقول زيدان الكاتب يعني الموجة الجديدة هذه من ارتفاع الأسعار خصوصا السلع الغذائية ليست طارئة إطلاقا، وإنما أصبحت متلازمة للأداء الحكومي، وهذا ما أشعرنا بها مجلس النواب حينما حذر بعض أعضائه منها مع إقبال شهر رمضان المبارك الكريم وارتفاع أسعار اللحوم الكبيرة وبقاء الحصة التموينية حبيسة التصريحات الإعلامية والوعود بالتوزيع المباشر لبعض السلع التي نسمع عنها ولا نراها في نوافذ ثابتة في الأسواق. هذه الموجة التي تفتقد للمجابهة الجادة من الجهات الرسمية للتخفيف من آثارها والحد من جشع التجار والمضاربين تثير القلق والخوف وتأكل من رصيد الحكومة، ولا تغطيها الدعاية لفك الاختناقات المرورية ودفعت الناس إلى التحرك بإطلاق حملة خليها تخيس للاحتجاج على غلاء اللحوم الذي بلغ سعر الكيلوغرام منها 25,000 دينار، وهو ما يعادل أجرة عامل بناء في اليوم الواحد. ولكن هذه الحملة التي تعبر عن الاستياء الشديد ليست كافية وحدها لخفض الأسعار، ما لم تقدم الحكومة على مراجعة سياساتها الاقتصادية لحماية الفئات المتضررة والمعوزة من هذا الغلاء الذي لا يطاق. الغلاء يغذي عدم الاستقرار ويدعم التطرف ويزيد من التوتر في المجتمع ويقلص التأييد للحكومة وسياساتها. وإذا كانت قادرة لحد الآن على التمكن من الضبط القسري لكبح الحراك الاجتماعي على الأسعار، فإن ذلك لا يدوم طويلا مع استمرار غول الغلاء وازدياد أعداد الفقراء. ومن صحيفة طريق الشعب نقرأ كذلك مقالا بعنوان الأمن بخير ولا يعوزه شيء، وجاء المقال حول الاغتيالات التي تشهدها العاصمة بغداد خلال أقل من أيام تعدت، وتجاوزات 41 كثيرة هذه التجاوزات، و41 محاولة اغتيال كذلك فاشلة حصلت، فيما حصلت مواجهات مسلحة بين قوى عشائرية وأخرى لفصائل وأفراد وعصابات في الأحياء السكنية في العاصمة بغداد. أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان أن بغداد شهدت خلال 23 يوما فقط من شهر شباط الماضي 25 عملية اغتيال مؤكدة و41 محاولة اغتيال فاشلة، فيما عرضت وسائل الإعلام والاتصال الاجتماعي أخبارا وأفلاما عن مواجهات مسلحة بين قوى عشائرية وفصائل وأفراد وعصابات في مشاهد مثيرة لقلق ورعب المواطنين الآمنين. ورغم ما خصصته الدولة من ميزانيات مالية هائلة للأجهزة الأمنية في البلاد وما وفرته من خبراء ومعدات وكاميرات مراقبة وأجهزة إنذار وترسانة استخبارية، تتواصل هذه الظاهرة وتشتد مخاطرها وتتسع دائرتها لتشمل مناطق محصنة أمنياً من جراء تفشي السلاح المنفلت والفساد وتأجيج النعرات الطائفية والدينية والتعصب، فيما يعيش المتنفذون ويبثون عمدا أو سهوا الأوهام بأن كل شيء مستتب، في ظل عجز الحكومة عن التعامل الجدي مع هذه الظاهرة التي تتسع يوما بعد آخر. ومن صحيفة المدى نقرأ مقالا بعنوان تهريب الأدوية متواصل في العراق رغم الملاحقات والمخاطر الصحية مستمرة وتتزايد كذلك،
وأعلنت جهات حكومية إحباط محاولات وعمليات تهريب كميات كبيرة من الأدوية غير المفحوصة أصلاً، ومحاولة إدخالها كذلك إلى العاصمة بغداد، مؤكدة القبض على سائقي الشاحنات التي تحمل هذه الأدوية غير المفحوصة وسط مناشدات عدة بتجديد الرقابة الأمنية. وتنفذ منذ سنوات عدة عمليات ملاحقة الدولة، وتقوم بملاحقة المتورطين، وهذه الملاحقات متواصلة حتى اللحظة لمنع عمليات تهريب الأدوية، والتي نشطت في البلاد في الفترة الأخيرة وبالتحديد بعد العام 2003، والتي تزايدت مخاطرها الصحية على المواطنين، ويوم بعد آخر تتزايد هذه المخاطر فيما لم تنهي تلك العمليات المتاجرة غير الرسمية والمتاجرة وتهريب هذه الأدوية في العراق. تم ضبط ما يقارب 40 طنا من الأدوية المهربة تمت مصادرتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. عضو نقابة الأطباء العراقيين ماهر الزيدي حمل وزارة الصحة مسؤولية ذلك، مؤكدا خطورة تلك الأدوية على حياة المرضى، مبينا أنه على مدى سنوات طويلة تنفذ الأجهزة الأمنية عمليات ملاحقة لمافيات تهريب الأدوية إلى العراق، وأن تلك العمليات لم تقضي عليها. وأكد أن قوة تلك المافيات في ارتباطاتها المعروفة للجميع بأحزاب وجهات متنفذة، مشددا على أنه يجب على الحكومة أن تزيد من اهتمامها بالملف لما له من مخاطر صحية كبيرة، وأن تطبق القانون على تلك المافيات من دون أي مجاملات، داعيا وزارة الصحة إلى تشكيل فرق ميدانية تقوم بفحص الأدوية في المستشفيات والمداخل والصيدليات ومنع استخدام غير الصالح منها. من جهته أكد مسؤول في وزارة الصحة العراقية أن الوزارة ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن تهريب الأدوية، بل الأجهزة الأمنية، وقال مشترطا عدم ذكر اسمه: إن الوزارة تتابع البلاغات التي تتلقاها عن عمليات سرقة للأدوية من المستشفيات وعمليات تهريبها، وإنها تتعاون مع الأمن على منع ذلك. ونقرأ مقالا للكاتبة هدى رؤوف بعنوان: عام كامل على المصالحة السعودية الإيرانية. نشرت صحيفة اندبندنت النسخة العربية، تقول الكاتبة فيه: منح الاتفاق والثقة بين الجانبين، الثقة الدبلوماسية للتطرق إلى مزيد من أبواب الدول العربية التي لم تكن أصلا لها معها علاقات جيدة مثل مصر، وأدت 5 جولات من المفاوضات بين الطرفين التي قامت بينهما إلى تطبيع العلاقات وإعادة فتح سفارتيهما. ففي 10 مارس 2023 وافقت الرياض وطهران على استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما من جديد كجزء من مبادرة ترعاها الصين، وهدفت إلى الحد من التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ولكن يبقى السؤال هنا: هل التزمت إيران بذلك؟ بدأ عدد من المبادرات الثنائية بما في ذلك برنامج الإعفاء من التأشيرة لزيارة عدد الزوار وتشجيع سفر رجال الأعمال بين الطرفين. كما زار نائب محافظ البنك المركزي الإيراني محمد أرام الرياض لتطوير العلاقات المصرفية بين البلدين. وزار وفد عسكري إيراني مع رضا إيدكس الرياض بدعوة من السعودية، كلها مؤشرات توحي برغبة الطرفين في الحفاظ على مسار التطبيع بينهما. لكن ما تداعيات الاتفاق في الأقليم؟ وحاولت إيران من جهة استغلال الفرصة أكثر لخدمة سياسة دبلوماسية الجوار على النحو الذي يحقق مصالحها. ومع ذلك ما زالت هناك تحديات أمام الاتفاق، وأهمها استمرار طهران في الاستراتيجية الأقليمية نفسها وأهدافها الخاصة. ويبدو أن النظام الإيراني يتبع استراتيجية تتمثل في دمج نفسه مع القوى الإقليمية بمختلف أنحاء الشرق الأوسط بهدف تحقيق أهدافه الخاصة من دون العمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي. نشرت صحيفة ساندي تايمز البريطانية تقريرا بعنوان: انتصار جورج غالاوي في روتشديل يكشف عن معارضة المسلمين لكير ستارمر
جاء فيه تأكيد واضح على أن دعم القضية الفلسطينية في المقاعد الانتخابية الرئيسة التي يشكل فيها المسلمون نسبة معتبرة يطرح مشكلة غير متوقعة لزعيم حزب العمال كير ستارمر. وكانت نقطة البداية انتخاب سكان روشدال لجورج جالوي بأغلبية ساحقة، منهين بذلك سيطرة حزب العمال على المقعد الذي يشغله منذ 2010. أشار التقرير إلى حصول جالوي بعد حملة ركزت بشكل مباشر على محنة الفلسطينيين على أغلبية 5697 صوتاً مع احتلال مرشح مستقل غير معروف سابقاً المركز الثاني وحزب المحافظين المركز الثالث بفارق كبير. وبحسب التقرير علل العديد من أعضاء البرلمان من حزب العمال وبعض العاملين في مكتب ستارمر بأن انتصار جالوي كان فريداً من نوعه رغم أنه سلط الضوء على واقع سياسي مؤلم يؤكد أن المعارضة تجاه ستارمر من داخل المجتمع المسلمي حقيقية ومن غير المرجح أن تنحسر طالما بقيت إسرائيل قضية بارزة. ولفت التقرير إلى أن جالوي البالغ من العمر 69 عاماً وهو نائب سابق عن حزب العمال طرد من الحزب بسبب معارضته حرب العراق ويتمتع بشخصية فريدة حيث إنه دافع عن قضية الفلسطينية منذ رفع علم فلسطين خارج مجلس بلدية داندي في اسكتلندا عام 1980. ونوه إلى أن جالوي انتخب لعضوية البرلمان من خلال حملة ضد السياسة الخارجية الغربية واليوم ضد إسرائيل على وجه التحديد في الدوائر الانتخابية التي يسيطر عليها حزب العمال التي تضم مجتمعات مسلمة فوق المتوسط مثل روشديل التي وصف 21% من سكانها أنفسهم بأنهم مسلمون في التعداد السكاني الأخير. هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتور. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم وبلدهم يطفو على بحر من النفط تصارع أكفهم قسوة الحياة هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن فنحن صوتكم للصحراء في العراق متعة أخرى وسط الكثبان الرملية نصب شبان خيامهم قبل أن يتجمعوا حول النيران للتدفئة في عمق الصحراء في جنوب العراق التي باتت تجذب مزيدا من العراقيين الملتجئين إلى سكونها بعيدا من صخب المدن وتلوثها. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن غضنفر عبد الله وهو أحد رواد سياحة الصحراء أنه ترك خلفه هموم عمله في قطاع النفط وإيقاع الحياة السريع والصاخب في مدينة البصرة ويتخذ من صحراء السماوة التي تبعد عنها نحو 200 كيلومتر فقط ملاذا له مع عديد من أصدقائه. وتبقى أنشطة التخييم هذه
محصورة بفصل الشتاء لأن درجات الحرارة في الصيف تتخطى في بعض الأحيان 50 مئوية، وقد تراوح كلفة هذه الرحلة في عطلة نهاية الأسبوع بين 100,000 و150,000 دينار، بين 75 و100 دولار أمريكي، مقابلها متضمنة المأكل والمشرب والنقل والمنام. شكلت صحراء العراق محط جذب لسنوات، خصوصا للصيادين القادمين من دول الخليج المجاورة، لكن سلسلة الحروب والنزاعات التي عرفتها البلاد أثرت بصورة كبيرة على هذه الرحلات، لا سيما بعد العام 2003 إثر الغزو الأمريكي للعراق الذي أودى بإسقاط نظام صدام حسين، ثم الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، حيث تبقى المناطق الحدودية أكثر خطورة، فبعضها لا يزال يحتوي على مخلفات حربية وألغام، لا سيما الحدود مع إيران. أما مناطق حدودية أخرى مع سوريا والسعودية فبعضها لا يزال ممراً لتجار المخدرات، أو قد تحوي مخابئ لعناصر في تنظيم داعش الإرهابي. والآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. رفح رأس المثلث الذي تنكسر عنده خريطة فلسطين، ليتجه خط الحدود من البحر المتوسط لينقر رأس البحر الأحمر. هذا الرأس هو مدينة رفح التي يفصلها عن مدينة القدس 107 كيلومترات فقط، وعن مدينة غزة 35 كيلومتراً، وعن خان يونس 10 كيلومترات. يحدها من الغرب البحر المتوسط، ومن الجنوب الحدود المصرية. بعد معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، قسمت رفح إلى قسمين عام 1982، قسم فلسطيني وقسم مصري. مساحة رفح الفلسطينية 55 كيلومتراً فقط، مما يعني أن كل كيلومتر مربع يعيش فيه 27,000 شخص. هذا بالنسبة لما يحدث بعد حركة النزوح الأخيرة من خان يونس. أما في الماضي فمعظم سكان مدينة رفح من اللاجئين الفلسطينيين الذين لجأوا إليها بعد نكبة 48، لذا فهي تحوي عدداً كبيراً من المخيمات، نذكر منها الشابورة وبدر والمخيم الغربي وغيرها، كما تحتوي على عدة أحياء، منها حي البرازيل وحي كندا الذي ذهب مع الجانب المصري بعد كامب ديفيد. وتوجد في رفح الفلسطينية أحياء عدة، منها حي الجنينة وخربة عدس وتل السلطان والزعاربة والبراهمة وحي السلام وغيرها. وتضم المدينة الجنوبية مستشفيين حكوميين ومستشفى صغيرا هو المستشفى الكويتي، إلى جانب 4 مراكز للرعاية الأولية تابعة للحكومة ومركز آخر تابع لأونروا. إلى اللقاء.